صلان يافط الحبر الجليل الأنبا إسحاق أسقف تما وتواباها يوم الأحد الماضي رفع بخور عشية وتمجيد القديسة العذراء مريم، تخلل صلوات العشية عدة روحية وتقديم الترانيم والألحان القطية بمناسبة صوم القديسة العذراء مريم بكنيسة القديسة العذراء مريم بقرية الحديقة بطمة. شارك نيافته الصلوات مجموعة من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وجموع الشعب. نتابع. احنا عندنا نهضة العذراء القديسة الطاهرة مريم 15 يوم، كل يوم بيجي لنا أب كاهن الصبح يصلي قداسات، أيضا العشية بالليل كل في آباء كهنة بتجي لنا بناخد بركة العظة والكورال والشعب كله بيبقى الكنيسة مليانة. شرفنا سيدنا في العشية وباركنا أيضا في نهضة العذراء، ونشكر سيدنا أيضا صلى معانا قداس يوم السبت النهاردة. سيدنا بهذا القداس الإلهي أيضا بارك الشعب وبارك الكنيسة خالص، ونشكر سيدنا على زيارته المقدسة، وفي هذه الزيارة أيضا تم رسامة 15 شماس لرتبة إبزدياكون. مبروك للشمامسة، مبروك للكنيسة. احنا بصراحة اتمتعنا بقداس جميل مع نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا إسحاق، ونشكر كل اللي تعبوا، ونشكر الست العذراء اللي هي جمعتنا كلنا، واحنا بنستنى الصوم ده من السنه للسنه 15 يوم، كل الناس بتستناهم، كل الناس بتصومهم لانهم بركه عظيمه. وكل سنه برضو كنيسه الست العذراء بالحديقه بتعمل نهضه حلوه وبتعمل عشيات جميله، والناس كلها بتبقى مبسوطه وفرحانه. نشكر محبتكم وصلوات العذراء تكون معانا كلنا. نشكر الله في هذا اليوم المبارك انه وجود صوم امنا العذراء، وأمنا العذراء بتمثل لينا حاجات كثيرة في حياتنا كخدام أو في الخدمة بصفة عموما. نتعلم منها التواضع اللي بيتعامل فيه الخادم مع المخدومين في الكنيسة، وفضائل أمنا العذراء كتير، تواضع، محبة، اتضاع، كل الحاجات دي مفروض إحنا كخدام نتعلمها ونعلمها للآخرين وتبقى سبب بركة في حياتنا. نشكر النهاردة سيدنا اللي شرفنا ونورنا في القداس، ونشكر كل الشعب اللي حضر. وطبعا العذراء ليها مكانة في قلوبنا كبيرة قوي، بنحبها جدا، ونقول لكل شعب الكنيسة كل سنة وهو طيب. وصوم العذراء ده غالي على قلوبنا كلنا، وكل الناس طبعا بتصوم صوم العذراء، لأن احنا دي أمنا وغالية علينا، وكلنا بنحب العذراء.